اهلا علي مهنداوي، عاش من شافك. تعال تعال اتفضل حبيبي. ايه الغيبه دي كلها؟ تشرب ايه؟ لا مش هشرب حاجه. الله 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 الله، خير؟ مالك شايل طاجن ستك ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ والله يا سلطان الدنيا سودت في دماغي، مش عارف الدنيا مالها. قلت اجي افضفض معاك يا صاحبي. حبيبي خدامك، فضفض براحتك. الله، طلعت غوايش. تاني؟ تالت وحياتك. معرفش يا سلطان، معرفش الكلمة طلعت من بوق ازاي، هي اللي عصبتني. يا ريت لساني اتقطع قبل ما اقولها. نفس الكلام اللي قلته معلم ضاحي والمعلم حماد. ليه يا سلطان؟ انت طلعت جواهر تاني؟ تالت. تالت. يا بالنيل، ما انا عارفك اخويا سريع الطلقات زي، عشان كده لما دخلنا الجيش دخلونا اسلحة وذخيرة. فاكر يا سلطان؟ ودي حاجة تتنسي؟ قالوا ابوها عايز يعمل ايه بقى؟ عايز يجوزها ابن عمها. بسلامته عاوز يقدم المعلم سلطان. يا دي النيله، هو انت زي في كل حاجه يا اخويا؟ ايه اللي حصل تاني؟ ما انا ابوها راخ راسه الف صرمه يجوزها واحد تاني، بس انا قلت له على جثتي. طب وبعدين يا هنداوي؟ هنسيبنا سوانا كده تطلع برانا ونقعد عاملين زي الولايه نلطم على جدودنا؟ عليا الطلاق ابدا ما يحصل. جري يا سلطان، احنا ايه كلام ولا ايه؟ طب العمل ايه؟ مش عارف، مش عارف يا سلطان. قاعد قبل ما تيجي دماغي هتفرقع من التفكير، هتفرقع. حاسس بيك يا اخويا، حاسس بيك. بقول لك ايه يا داوي؟ يا سلطان، في فكره كده عايز اعرضها عليك. قول يا اخويا. ايه رايك لما انت تتجوز جواهر مراتي بعدين تطلقها وترجعها لي تاني، وانا اتجوز جواهر مراتك واطلقها وارجعها لك تاني، واحنا عشره عمرنا ما هنمس نسوين بعض؟ عليا الطلاق بالتلاته فكره جهنميه يا سلطان، جت في دماغك ازاي دي؟ على الاقل على الاقل احنا نعرف بعض ومحدش فينا هيخون التاني. سيبني بقى، سيبني ارستقها واظبطها واقول لك امتى هنداوي.